إذن مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشرين جديد من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الحي المحمدي. رجعنا مرة أخرى عند هذا الشاب اللي كيعيش التشرد وكينعس في الزنقة، اللي كانت قناة شوف تي في سماته بالنابغة. الحمد لله أن الساكنة المجاورين ديال هذه البلاصة فين كينعس دخلوه عوموه وكلوه، بدلوا له حتى الملابس او الفراش اللي كان كيتفرش باش كينعس عليه، ولكن السيد باقي ما كاين حتى شي التفاته من شي مسؤول ديال هنا ديال المنطقه ديال الحي المحمدي عين سبع، سواء منتخب او رجل السلطه، باش يلقاو حل لهذا السيد، يقلبوا له على سكن او شي يوقفوا معاه انه يصيب الوراق وتولي عنده بطاقه وطنيه كيف كيطلب. وكذلك كينتظر ان احد افراد العائله ديالو، سواء الام ديالو او احد افراد العائله ديالو، يتصل به لانه بغى يرجع الصله بهم، وما بغاش مابقاش باغي يعيش، بقى عايش في الزنقه. هادشي اللي كنتمنى. واخا شنو النداء اخويا اللي بغيتي توجه عاوتاني؟ النداء هو ان الناس اللي تقدر تساعد معنا، زعما كاين شي مأوى بحالك، شي مسكن، ما تبقاش عايش في الزنقه. يعني خصوصا حنا جايين، حنا مقبلين على الشتا والبرد، واليوم الصباح راه صبات عليك الشتا، كنتي ناعس وقيلا صبات عليك الشتا، ياك صبات مع داك الستة الصباح الخمسة. وبالنسبة للعائلة ديالك ما حاول تصل بك حتى شي حد، هذيك السيدة اللي دارت لك الرقم ديالها ما قالتكش غير الأم ديالك اتصلات ولا شي واحد اتصل؟ هذه ما كاين حتى شي مواطن، هو السيدة اللي كنقلب عليها. الام ديالك شنو اخر لقاء بها؟ شنو تقدر شي حاجه اللي تعرف هي تعرفك بانك ولدها وكتقلب عليها؟ شي علامه، شي حاجه بيناتكم اخر مره تشوفتوا؟ شخصيا والله ما عرفت، والله شخصيا والله ما عرفت زعما كاين. شنو سميتها؟ تقلب على براقه صاحبي. شنو سميتها؟ سميتها صيو فاطمه. صيول؟ صيو. صيو فاطمه. صافي هادي اللي كتعرف عليها. شي اللي كنعرف عليها. خوتك شي واحد؟ ما عنديش خوتي. ما عندكش؟ كاينش. سواء ولاد سواء بنات؟ انت بوحدك عند امك؟ كاين واحد اختي ولكن ما. شنو سميتها؟ سميتها حليمة. حليمة. شنو كنيتها؟ شنو كنيتك انت؟ أمادي. 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 أمادي حليمة. وكانت هاد أمادي حليمة تعرف بأن خوها راه كاين هنا وكيعيش هاد الوضعية، أنها تصل به تساعدو، خصوصا أنه باغي أول حاجة أنت كتقلب باش تصيب الوراق ديالك، ياك أخويا؟ تكون عندك بعدا بطاقة وطنية، تقدر تخدم، تقدر تسكن، تقدر بزاف د الحوايج. تهضرات؟ خودي الميكرو كيف العادة ما تبانيش، ومعنا دائما السيدة اللي مسكينة مهتمة به. اجي الشريفه هنا باش ما تبانيش، اللي مهتمه به واللي دارت الرقم ديالها وكيتواصلوا معها الناس. اختي شنو الجديد في هذا السيد هذا؟ نتوما دخلتوه وعومتوه؟ السلام عليكم بابا. السلام. حنايا دخلناه وعومناه، كنوكلوه كنشربوه، حنايا معتنين به، ولكن هادشي ما كافيش. ما كافيش علاش؟ اول حاجه خصو طبيب، خصو طبيب نفساني، ماشي نقول لك طبيب انه مسطي، حيت كاين شحال من واحد كيقول لي واش مسطي السيد؟ ما مسطيش، كيدوي بكامل قواه العقليه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصو دار ليه البطاقه الوطنيه، حيت الوراق ديالو الوثائق ديالو الشخصيه كلهم طايحين، ما عنده حتى شي وثيقه. الا بغينا كاع جات المبادره من عند الناس باش غندوا عند طبيب نفساني، راه خصو البطاقه الوطنيه. بغينا كاع نكريو ليه خصو البطاقه الوطنيه. اول حاجه خصو دار ليه البطاقه الوطنيه، من بعد السكن، من بعد الطبيب، خصو طبيب نفساني. هادو هما الحوايج المهمين. اما بالنسبه للسكن، بالنسبه للماكله ولا اللباس ولا هذا، زعما انتم الحمد لله كتهلاو فيه، قايبين به بحال خونا، راه ماشي حنا. وثاني حاجه كنوجه النداء للام ديالو، حيت هو كيسول على الام ديالو بزاف بزاف. هي كانت كتسمع الاخت ديالو حليمه، ويلا كانت كتسمع يعني هو راه كاين في حي محمدي، في مور الدرب اللي كانت ساكنه فيه شحال هادي. هي كانت ساكنه عندكم هنا؟ كانت ساكنه في الدرب اللي مورانا، حنا في حي محمدي في شارع الحزام الكبير. هي كانت ساكنه مور الدرب ديالنا، حدا حمام الخمار، الناس راه عارفين هذا الحمام هذا.
هو راه يسكن تما مده طويله، تقريبا راه تزاد تما، راه كبر تما، يعني هي راه عارفه هذا الشيء، وهي راه الوجه ديالو راه ما خافيش. انا راه كنقول لك ملي كانت عندي 6 سنين وبقيت عاقل عليه في هذا اللاج هذا، يعني ملي ذكروا يعني ما تغيرش بزاف. لا ما تغيرش، تغيرت في حاجه واحده، هو الشعر، كان شعر طويل دابا راه محسن شعره وصافي. شي حاجه اخرى راه ما تغيرش، والصحه ديالو بدات كتضعف. مسكين. والصحه ديالو بدات كتضعف بالتشرد، ماشي بشي حاجه اخرى. ونتمنوا بان هذا النداء يوصل للام ديالو، يوصل للمسؤولين على راسهم المنتخبين، الناس اللي منتخبين، انهم ما يخليوش هذا الشاب يبقى كيعيش التشرد ويعيش في، الحمد لله ما كيعيش التشرد، ولكن كيعيش في الزنقه. حنا جينا على غفله ولقينا حداك، على غفله ولقينا حداك شاب سيد كيقرا، يعني سيد مثقف، ها هو كتاب. نتمنوا بان شي مسؤول شي منتخب يبان ويساعد هذا السيد يكرير، ولا شي محسن اللي عنده شي دويره زايده الله يجازيه بخير، انه يعطيها لهذا السيد يتحيد من 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 هذا البرد والشتا اللي جايين يعتقوا وينقذوا. شي كلمه السي عادل قبل ما نختموا هذا المباشر؟ قديما نشكركم بزاف. لا مرحبا سيدي، مرحبا. انكم ما تسامحوش مع الوضع ديالي. لا بالعكس، احنا ماذا بينا نعاونوك، احنا نبقاو معاك تتحيد ان شاء الله من هنا، وتكون تمشي شي دويره ديالك ولا شي محال ولا طلال المحسنين. الحمد لله المغرب فيه الناس، فيه الناس طيبين، اكيد شي واحد غادي يتفاعل وغادي يتصل وغادي يجي عند السيد ويحيدو من هنا. ياك نتمنى شخصيا، وشكرا جزيلا. مرحبا مرحبا. اذا شكرا للمشاهدين الكرام على المتابعه، اللي بغى يساعد عادل يتصل بهذا الرقم، اولا غير ما قدرش غير يبارطاجي الفيديو باش يوصل اكبر عدد ديال المحسنين. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.